اشتريته طالما ما بدك اياه. عم بقول لك كنت ناوي افتح فروج بروستد، بس بعدين رجعت حسبتها، قلت شو بدي بوجعة الراس هاد؟ دكانتي مكفيتني وزيادة، قلت ببيعه. يعني ما في تو؟ عم بقول لك جيبي واحد يفهمتي، ولا تقولي ايه قبل ما تتأكدي 100% انه ما في عطل. افترضنا قلنا ايه، قديش بدك تعطينا اياه؟ مثل ما اشتريته، فرنك زيادة لا تسامحيني. قديش اشتريته؟ ب75,000. ابو شهان، من امتى كان فرن البروستيد ب 75,000؟ بزمتك قديش ربحان علينا؟ ولا فرنك، اصلا انا بايعه برسماله، اخذ لي نص الدكه. ومع هيك بدك تراعينا. طيب قديش بتدفعي؟ 40، اكثر من 40 ما بيستاهل. شو جنتي انت؟ 40؟ من رايكي ب 1000، 2000، 2500 يا ستي، بس مو بنص حقه. كلمتين ورد غطاهم، تنتين بلاهم، هات من الاخر ونقطه انتهى. طيب بلا 5000، ب70 بعت. مالك اكرم مني وانا بطلع 5000 ب45؟ شو قلت؟ ما بنشي الحال، اطلعي اكثر من هيك. نزل اكثر بطلع اكثر. 65. 50. ايه قولي ما بدك تشتري وخلصينا، شو 50؟ ايه قول ما بدك تبيع وخلصنا، شو ب65؟ ايه شو ذهب هو؟ 62. ب60 بقى. اخ مشكلتي اني ما بقدر اقول لك لا، بعت. تمهلني جمعة، مو هي اللي بعدها. اتفقنا، بس اذا السبت اجاني شرة انا بياع، اكثر من السبت ما فيني استناها. شو رايك بالموضوع؟ انو موضوع؟ موضوع البروستيت. ايوه، وشو اتفقتوا بعدين؟ لك شو اتفقتوا بعدين؟ كنت قاعد معنا ولا ما كنت قاعد معنا؟ كنت قاعد بس ما كنت عم بسمع. لك شو كنت قاعد عم تعمل؟ كنت قاعد عم فكر منين بدك تجيبي هال60,000 ليرة؟ قال يعني انت عندك مخ وبتفكر هيك بدك تقنعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الو ابو وهيب، حذرت عفرة البرعط ما غيرها اللي عم تحكي. بالبال على طول. لحظة أبو هيب، بس ما بدنا نحن نعطلة لك ولا للدين. يا سيدي ملا أنت، بدنا نفتح مشروع، مشروع هيك صغير بس ناقصنا شي 60,000. لا ولو كلنا أضرب من بعضنا، بقى خلينا نشوفك. بعرفه كحتي، كسر ايده وشحد عليها. منو هذا ابوي؟ زبون كان مستاجر عندي بزمان وعملته بني ادم، بطل هلا يتعرف علي. طلعتيني نبيره. هلو ابو عناد. ما يقمر عليك ظالم، الك ولا للدين؟ لحظه ابو عناد. لا ما في شيء، بدنا نبلش نحن بمشروع صغير ناقصنا شيء 60,000. شو قلت لحالي يا بنت؟ مالك غير ابو عناد. لا شو بعد سنين؟ قبل نهار الجمعة بدي اياهم. يا سيدي مو مشكلة، بتصير بأحسن العائلات، يبقى خلينا نشوفك. من هذا بعلان؟ زبون كان مستأجر عندي بزمانه، عملته بني آدم، بطل يتعرف علي. صاروا لبيرتي؟ خلاص. أنو؟ أبو رشا؟ شو نعمل يعني؟ نموت من الجوع؟ لا اتحمل، بركة أمر روحي عند أمي وبتغدينا. ما بقدر. قومي هلا. لك مو هلا، جرحنا هلا، أمي ما رح تحط لك غدا خصوصي، بعدين إجا كنا هونيك ما رح تحط غدا بنوب. غدا إمتى؟ منستنى يما منسمع طحبشة بالمطبخ، منفاجأة. شو رأيك؟ طيب قومي طحبشة بالمطبخ، شوفي بركي بتلاقي لنا زيتون. حفظ. بطل حدا معه مصاري، كلهم صاروا شحادين. منو هذا كمان ابو فارس؟ كان بزمانه مستاجر عندي قبل ما اتجوزك، عملته بني ادم بطل يتعرف علي. لك شو كم واحد كنتي مأجرة؟ صرت عامله شي 15 واحد. اكثر من 20 مو بس 15. ولي مو على حساب ما بتأجري عزابية؟ مزبوط، شلون بدي أجر عزابية وكنت انا ارمل لحالي؟ لك هدول شو؟ لك هدول هن وعائلاتهم، كل واحد عنده هيك دقدق 4-5 اولاد، مو عزابية. هيك قلت لحالي فكر. طيب هلا شو بدك تعملي؟
بدي افتح مطعم بروستيت، يعني بدي افتح مطعم بروستيت. لك يا عفورة، هدول 60,000 من بدك تجيبيهم؟ ما حدا عم يعطيكي. مالي بحاجة حدا، نحن إذا شدينا همتنا شوي بنقدر ندبرهم. لك شلون بدنا نشدها؟ برجع أنا بشتغل محلك بالمطعم. أنت؟ أنا شبني أنا. لك يا عفورة، أنت بتقدري تتحملي شغل المطعم؟ شو نسيت وين تعرفنا على بعضنا يا روحي؟ لا ما نسي، كنت اجي لعندك على المطعم واشتري من عندك ساندويتش. تمام، برجع بشتغل مثل اول. ها ايوه فهمت عليكي، يعني انت بتبيعي ساندويتش وانا بشتري من عندك. لا انا ببيع وانت بتتفرغ لشغله ثانيه. شغله ايه؟ رح تصير بياع يا نصيب. يا حبيبي، يعني اذا اشتغلت بياع يا نصيب رح طالع من يا نصيب 50,000 ليره؟ انت يا نصيب وعجاج ببيع حيلاطيه بالحاره، وهيفاء بترجع على مشغل الخياطه، وميسوم ممرضه، ونبيل شوفير تاكسي، كلياتنا نقدر نجمع 60,000. مين؟ كمان من الشباك؟ ليه بدي فوت يعني من الباب؟ ايه فوت من الباب، شو بدهم يحكوا علينا جيران لما بدهم يشوفوك فايت طالع من الشباك؟ لك شو بدنا نعمل؟ إذا عجاج عامل لي حاجز طيار برا، كل ما جبت شي بده قصة، وأمك حاجز سبت، ما بترك لنا شي. يا حبيبي يا بالبول، ارفض، ارفض، لا تسمح لهم يتدخلوا بحياتنا الشخصية. ما بدي أعمل مواجهة، مانا مضطرين. مسكني. لوين؟ شافوني طالع، بدي يشوفوني وأنا فايت مشان ما يشكوا. حبيبي بطريقك مري لي اللي عم هيفاء، شوف لي إياها إذا زغرت لي البنطلون بكره بدي ألبسه على الفحص. ها؟ ماشي. لك قطرميز اللبنة صرت ملحوسه 4 مرات، ما عاد متجلي من كتر ما لحوسته. طيب قطرميز المقدور؟ لك شو نسيت انه نحن كسرناه يما عصير قصك فيه؟ طيب ماشي، ما عاد اتحمل. عجاج قومي افتحي الدرفتين قومي. يلا اهلا زهري. اهلا يا جماعة. اهلا، تفضل. قلت لك بيسون زغرتي البنطلون؟ يا كان زغرته. عادي الك ولا للدي؟ خسد دي بقول. نحن ميتين من الجوع، في شي مساعدات للكادحين؟ ولو لعيونك ولا يهمك، هلا بدنا ناكل من طعم جوعنا. بس انا وحرمتي. لك سيدي اكل واحد بكفي اثنين. ما قلت لك اتحمل. قل لهم دغري يجوا، ما يقولوا لك من الحق بيضحكوا عليه. ما بيجي بلاهم ولا يهمني. مرحبا يا بنت. عفوا اذكروا نقطة شيء دكتور. ارجع من نقطة. ايدك يا بوسة امي. ايدك لبوسة مرت عمي. ما تعملنا ناكل، شو طبخينا؟ سبقوني على الاوضة بتاكل هم قلبي، روح. فيسون. نعم ماما. حيني. شوفي. مرت عمي هيطلية، ما لقيتي غير الهيطلية، لا إلي شي شغلة معتبرة. لك يا دب، انا اخذ بعين الاعتبار الديسك اللي معك، قدراتك ما بتسمح اكثر من هيك. انا شهاد عمومي ما عندي، وخصوصي على السرفيس ممنوع. مين سالك خصوصي ولا عمومي؟ انت كمان ما حدا عم يسال. بلكي حدا سالني. اعمل مثل ما عم يعملوا كل هالشوفيريه. شو عم يعملوا؟ لك 100 شوفير على الخط، اسالهم اللي عم تسالني. انا من بكره الصبح بخلص الماده اللي علي وبروح على الشغل، مليت من القعده بالبيت. وين بدك تشتغلي؟ عند الدكتور وحيد، استاذنا بالجامعه، صار اكثر من 100 مره طالبني اشتغل عنده. وانا امي اذا بدك يعني ارجع على الشغل بدك تحكي لي مع المشغل، لانه ما عاد لي عين ارجع بعد ما تركته. حكيت لك معهم من بكره الصبح بتقدري تروحي. بس مرت عمي نحن اتفقنا بعد ما اتجوز انا وهيفاء ما تشتغل، تقعد بالبيت. عجاج كل شيء توقعته منك الا هالشغله، المراه نصف المجتمع لازم تشتغل. المجتمع اللي فيه النسوان ما بيشتغلوا وعاطلين عن العمل بيكون مجتمع مصاب بشلل نصفي. بعصرنا الحالي ما بيجوز المراه والرجل يقعدوا بلا شغل، لازم يشتغلوا. خلاص خلاص خلاص، اشحاط فرام نقطة انتهى. تفضل عمو عجاج. روح عمي روح، بدنا ناخذ منك درويش، الله معك. كتر خيرك عمو عجاج. هيطالية بالسمن، هيطالية بالسمن، بريمو بريمو. مرحبا عجاج. اهلين 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 عمي القصر، تفضل حلي سنونك. لا انا جاي اعاتبك، اذا بدي اخذ منك هيطالية ببطل عاتبك، لانه طعم الدم بتستحي العين. لا انت بتمون على هالشوارب هدول، عاتبني تفضل. لك يا منصور انت بتعرف انه هلا وقت قيلوله، يعني الواحد بيشتهي تغط عينه شوي، بقى ليش عمك زعيم عم تخلينا ننام مثل بوم الشو؟ بدنا نسترزق عمي ابو غصن، شو عم نعمل؟ انا ما ضد انك تترزق، بس وطي صوتك شوي صغيره مشان نعرف ننام لك عجاج. بعدين بدي اسالك مشان البريمو تبعك. خير عمي ابو غصن؟ انا وام غصن رح تصل للطلاق بيناتنا مشان البريمو تبعك. انا بقول لها انه البريمو ماركت سمنه، هي بتقول لي لا،
ما شفت أغبى من هيك حرمي بحياتي كلها. لا ما كتسمني ولا شيء، بس أنا هيك بضل نادي بريمو بريمو حمودي بريمو بريمو، مشان يجوا بس يجوا ما بيلاقوا بريمو بريمو حمودي، بيلاقوا هالطلية بيشتروا مني مسك. هلا باخد السمنة مهدرجة ولا مو مهدرجة؟ هي اللي مهدرجة، شو أنا بستعمل سمنة مغشوشة؟ مهدرجة يعني ما بتسوى، لأنه ما بتدوب إلا بدرجة حرارة 44 وحرارة الجسم 37، لذلك كلها بتطيرش بسقف الحلق وبعدين كله بيعلق على الأوعية. الأوعية؟ مسيك لقلك كله مكتوب هون بالورقة قصيطة من الجريدة، اقراه وشوف. مسيك لقلك هي حقطعة الهيطلية. الله يسامحك، معقول آخذ منك مصاري يعني؟ ما بصير ما بصير يا عجاج، هلا وقت بكون معزوم على بيتك، ضل طعميني حتى انسطيح، بس هون لا، هات شغل. رجع المصاري على جيبتك عسى ما امسك الثانية لك. خلص 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 على مالك عجاج، خلص ما اعطيك حقها، بس اعطيني قطعة واحدة بمصاري مشان اخذها لام غصن لحتى تعرف كيف بيطبخوا الهيطالية. ماشي لام غصن وللولاد كمان بمصاري. بلا مصاري رجع المصاري. اي مصاري لك عجاج؟ خلص الثانية ضاعت. اعطيني لك انا الهيطلية. سيك يسلموا يا عجاج يا ادمي. اهلين عجاج، اهلين. بريمو 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 بريمو. يا رضا الله الوالدين والحبايب على المحبة يعودونا. لا واحد ولا مية ولا ألف وستمية ولا حتى 800 ولا مليون، والهيطالية يوم بشغل الغوالي دوقة من عندي مرة تفكرها مقالي. هيطالية بريمو بريمو بريمو. أهلا عمي أبو شهاب، مين بدك؟ مرت عمك. مو هوني، كنت جاي مشان أشوف بموضوع فرن البروستد. ايه عشان موضوع البروستي. ايه مو انت اعطيتها مهله 10 ايام؟ ايه صحيح، بس لاشوف اذا غيمت معه ولا لا. غيمت على كل الاحوال. انت خود حليلي سنونك بهي. ايه بالسمن النباتي ولا الحيواني؟ نباتي انا بساوي بحيواني انا. ايه لانه الهيطالية ما بتتاكل بالسمن النباتي. معناتها حيواني. بيني وبينك مو انا اللي مساويها خود. لا شو تفضل شيك. شو هذا؟ الهيطالية شو ببلاش يعني؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، معقول يا ابو شهاب؟ معقول اخذ منك مصاري؟ نحن جيرة. يعني على راسي جيرة، بس مثل ما بيقول المثل بزنس از بزنس، ما بدي تجارتك تخسر. كلا شو بزبز وما بزبز، كمان بالهريكة في بزبزة. طيب سيدي مسيك مسيك، مو بزنس مو بزنس. لا ما باخذ منك، شايفني بلا اصل؟ ايه شو هالحكي؟ ما بقبل. ما بقبل ما بقبل، انا باخذ سنة سيرفيس. قلت لها لمرت عمي انا مو شغلتي هالشغله. وليش بقى؟ ما وقفت على الموقف الرسمي مشان هيك. عجبك؟ ظاهر ما دفيت له ايده. اي مو فشل، انا ما بتراجع عن مبدئي حتى لو حجز 10 سيرفيسات، مو سيرفيس واحد. نبيل عليه اكل الهيطالية ضد مبادئك شيء؟ لا ليش؟ معناتها مسيك حلي سنونك. روح روح غزلي حالك شوي، يبعث لي هم عليك ان شاء الله. قوام سيك سيك روح يلا. خذ هي كبر كوعك عليها. قوام شي ظريفة. شو ها بابا؟ شو ها؟ شو ها؟ يا عم شو عليك مسيك؟ مسيك؟ يا اخي انت عم تستهزئ مسيك. لك يا اخي ما راح اخذ منك شغلك، انت ما بدي اخذ منك شغلك. شو عم تعطيني مصاري بمسك؟ ما عندي مصاري ما عندي مصاري. لا تعطيني مصاري بنو تخيل. لك مكبع هيك بالعربة ما حدا يحكي معك. خذ عسل يا اخي. بريمو 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 بريمو.
هيطن 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 يا بهيطن هيطن هيطن بس 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 من العربي مرحبا انا الرعبان طمني شو طنك انا بعد دفتري مو بعين معي غير نص دفتر انت شو احوالك انا بعد صينيتين ونص وصفيان نص الصينيه يا عيني عليك سيك سيك رعبان حلي سنونك يسلم ودياتك ودياتك تفضل شو عم تعمل؟ عيب عليك، انت جوز مرت عمي بدك تعطيني مصاري كمان؟ لك شو جوز مرت عمك؟ هذا شيء انا لا حبيبي انت قرايبي ما بيصير هيك لك شو قرايبك ما قرايبك؟ هذا رزق خوف يا اخي لك يا اخي بضربها 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 مرحبا علي الربا فوت لك شو عم تساوي؟ عم ضبط وعي بدي اطلع لحالي ما بدي اطلع تالي اوف خير ليش شو صار؟ شو صار يعني؟ حجزوا لي السيرفيز انا بعد دفتري دغري على السريع بلفت لك واحد بالكراجات اشتراه لحاله اخ سكر وراه يا رب الله والوالدين والحبايب استعنا على الشقة بالله بلا هاي الديباجة حافظتها أنا إيه سيدي كم صينية صرت منفين؟ خمسة ما شاء الله عليك فكرتك حمار طلعت فالح بالتجارة لا مرت عمي أنت ثقتك فيه ضعيفة لأنه أنا ما حدا بيعطيني فرصة لو عرفاني هيك من الأول كنت عملت لك 10 ثواني مو خمسة ما صار شي مرت عمي بكرة يا علي يا عجاج تعبانة تعب مو طبيعي طول النهار واقفة على البسطة أنا وعم ألف سندويش ارتاحي ارتاحي مرت عمي يبعث لي حمى عليكي شري عم تنقز نقز علي انت مفضلي على راسنا مرت عمي لا لا فضلي على اللي نفضني ايه سيدي شو اتفقنا نحن ما ربحنا امبارح بالصينية بالقطعة ليرة مرت عمي وبالصينية كم قطعة فيه؟ خمسين يعني الخمس صواني 250 ليرة ما بعرف مرت عمي أنا بالحساب يعني إذا قلتي عني حمار حمار ها ما بتكوني غلطاني لا مالي غلطاني حمار لك مو حمار وينك لك عن جيب لي 250 ليرة وجيب الباقي سميدة مشان لحالك هي طليت بكرة ميتين وخمسين ايش مرت عمي لك حق الخمس صواني مو قلت نفقت ايه نفقت ببلاش مو بمصاري شلون ما فهمت فهمني لشو يعني من مين بدي اخذ لك مصاري بدي اخذ مصاري من ابو غصن ولا من ابو شهاب ابو غصن وابو شهاب قطعتين وين رحت بالباقي عجبتهم الهيطاليه قاموا رجعوا اخذوا لاولاده معقول اخذ منهم مصاري بدك كانوا هن يقولوا عني بخي لا 20 قطعه وين الباقي ام سعيد تمر هندي بعدت بنتها اعطيتها قطعه وما اخذت منها مصاري غيره اب سعيد سكجه ومرته واب زاهر ومرته معقول اخذ منهم مصاري عجاج عيونه لعجاج ولا الا أنا زنودي ما بقى تلقى وجسمي على قده رح أتركك لهيفاء زندقة أقوى إيه مرت عمي اتركيني لهيفاء هيفاء أحسن مرت عمي بتشلوطوا إيديكي كلهم إذا دريتي شو صار مع نبيل ليش شو صار مع نبيل؟ حجزوا له السيرفيس شو؟ عمي طالع لحالي قبل ما تطلعين احسن شيء بتعمله لانه مو ناقصني هم فوق همومي انا الحقوا ريباك الحقوا قلي لشوف انت التاني نفقت ولا ما نفقت انا غير العالم اللي عندك كله انا بعد دفترين مو بايام معي غير نص دفتر شو اللي رجعك ليش ما بعت التاني كمان ترين الخامشتي بيصل الساعة 9 بروح على المحطة بنفقه هات المصاري شوفي عم تقطع تقطع من البنك المركزي دغري من الشفرة بتذبح ديك شو هذا الرعبون ومصاري بيصلونا بعدين رعبون اي الله بعتني واحد أعمى قلب ولي قال لي باخذ منك الدفترين دفعة واحدة انت لحد يا حمار الله يقيمه خليه يوقع والحمار اللي وقع دفع لك حق البطاقات بس 500 ليره بس خليته يوقع لي على عقد ب 500 الف ليره اذا ربح الجائزه الكبرى
وإذا ما ربح؟ إذا ما ربح بس بيدفع لي حق البطاقات، مشان هيك عطاني الرعبون. ومين الحمار اللي وقع، أنت ولا هو؟ شو مفكرتيني دغري بقى؟ أنت عفورة ما عندك تقدير لشخصي أبدا. لك شو أنا بوقع؟ هو اللي وقع ها؟ وشوفي كمان شو هاي؟ ما عطيته الدفترين لكتب تعهد على نفسه. أشرب ميتة، حتى اسمه مو مسجله على الورقة. ايه بس توقيعه موجود. اسمع ريبال، معك من هون لبكرة الصبح بتروح بتدور على الحمار اللي وقع واللي وقع، بتدور عليه لتلاقيه، يا بتاخد منه مصاري يا الدفترين ونقطة انتهى. وين بدي لاقيه؟ بتروح بتدور عليه بالكراجات، كراج كراج، وما لقيته بوشك على المحكمة بترفع دعوة طلاق. مرحبا عمو. اهلين. نبيل اجا ولا لساته بالشغل؟ لا اجا وانطرد. انطرد من شو؟ هو لانه اساسا كان بده ينطرد، بس تغدى بامي قبل ما تتعشى فيه وقدم استقالته. من شو؟ من البيت، لانه صادروا له السيرفيس، يمكن انا لاحقه كمان. امي جوا؟ ايه. ماما ليش قلعتي لنبيل؟ انا ما قلعته، هو ضب اغراضه ومشي لحاله. كنت بدك تقلعي؟ اكذب عليكي، ايه ما راح انصب له قص النصر. من الاول قال لك مو شغلته هالشغله، ما بيقدر يزمو من السيرفيس. لا يزمو، اذا ما له نفع نحن شو بدنا فيه؟ وين بده يروح هلا؟ اكيد ابوه ما راح يستقبله. بيرجع لحاله يا ستي. خلينا نرجع نحن لموضوعنا. موضوع شو؟ قديش الدكتور حيحسب لك اجار كل يوم؟ اتفقتوا؟ اجار شو؟ لك اجار الشغل. ماما انا عم بشتغل عنده متمرنه، يعني مو باجار. بلا؟ ايه لاني متمرنه. لك يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، شو اعمل انا بحالي؟ زدت حالي بالبحر ابعين. وجع. شو عملت؟ متمرنه ولدي. عامل لي حاتم ضي حضرتك. اه يا طحل يا ابن الطحل يا قرد يا سلاله القرود. تعشتيها؟ تعشتيها؟ لك ليش بدي اطعشها؟ لانه اللي ما انطعشت يمكن. بس هي شو هي؟ لك ريتهم معشوق ألف شقفة. قول لقرود، قول لك حاجة تعمل لي مثل القرود. لك الوجه اللي خلى بس لانه ما بشدك انا. قول اسمع، قول انصدمتي؟ انصدمت وطعميته اللي فيه النصيب ونقطة انتهى. عم تقلديني هيفا؟ ما عاش امي. دوبريني، شو طعميتي؟ تحوشت اسطواني على راسه. يا حبيبي يا حياتي، ما بكفي خسرنا الهيلطية، لا بدنا نخسر الصواني كمان. معقولة نخسر الصواني؟ ما قدرت امي، فار دمي. لك فار دمك، اقتلي بالعصاية الا تعصي مسدودة هون وهون. هذا اللي طلع بوشي. هيفا محضرة انا طشط مي فاترة وحاطة ملح مشان يسحب كل الوجع اثناء وليلية. على راسي امي. روحي تقبريني عن كل شقيقاتك انت بالجدبة. امي مكثرتيهم امي. وقفي شوي. تفضلي امي. بردت لك يا هون مناح. تقبريني شو صار معك بالمشغل؟ ايه صحي امي. تفضلي. 500؟ ما بدي منهم ولا فرنك. قلتي لهم بدي جمعيه ولا يوميه؟ قلت لهم امي. برافو عليكي، وافقوا. شو فارقه معهم، هن وافقوا. يا حبيبه قلبي كنتي خدي سلفه كم جمعه لقدام. اخذت امي. 500؟ اه جمعيتي امي. يا حبيبي اشترينا للفرنشيت البروستيت. اجت مصيبه ثانيه. مرحبا عفورة. شو لقيته؟ يا لطيف يا عفورة، انت لازم تشتغلي بالانتربو. يا كان ليش؟ يا لطيف، لك كأنك بتعرفي شو اللي بده يصير. هلا احكي لنا شو صار معك، لا تدشف لنا دمنا ونقطة انتهى. لقيته، لقيته بكراجات حلب. اخذت منه المصاري؟ يا حرام ما معه مصاري. اي فاقو، روحي اجلي للجليان. على راسي امي. تقبريني اجلك لشقيقاتك انت. واخذت منه البطاقة؟ ما معه بطاقة. طلبت له الشرطة؟ لا بس بلفت لك يا وبعته نص الدفتر الثاني اللي كان معي كمان. ايه بس هالمره شوفي،
خليته يمضي بعدين يحط اسمه لحتى ما تقلي لي ولا كلمة. حتى إذا ربح جائزة هالمرة بس بيطلع لنا تلتين مو النص. واسمه أبو حيان قلت لي. إيه؟ لا وكاتب فوق اسمه الثلاثي أبو حيان معانا بالمقلسة. عفورة خلينا نجرب، لأنه إذا ربح جائزة إلنا 750 ألف ليرة مع حق البطاقة. وشو الضمانة إذا ربح يعطيك حق البطاقة؟ أصلاً وين بدك تلاقي؟ شو فكرتني عفورة أنت؟ أنا بلوب يعني منو؟ أعطيته عنواننا، وإذا بتضايقك هاي الشغلة هلأ برجع على كراجات حلب بجيب لك نص الدفتر. لا لا تروح، هو مو حمار لحتى يخليك تكمشه مرة تانية، بوشك لبيت أختك. ليش هو عند أختي؟ بتروح بتنام عندها لبكرة، وبكرة بتنزل على المحكمة، أنا ما عم أجمع أغبياء عندي. شو عم تحكي عفورة؟ غيري بدلي عفورة، بيناتنا في حب لا تتسرعي. ما بدك يعني اتسرع، خدلي الطشط على المطبخ. على رأسي باخدلك يعني، مهم ما تتسرعي. خلاص ما رح اتسرع. على عيني. تكرم عينك. وينك؟ نعم. قرار وجاهي غير قابل للنقض، اتسهل. طولي بالك يا امي. شلون بدي طول بالي؟ جينا بدنا نطالع قرشين حطينا يلي معنا، يلي ما إله نفع، شو بدنا فيه؟ قطعي له فيه شو نقطة انتهى. رجعتك. لوين رايحة أمي؟ لوين رايحة وتاركتيني؟ رح أروح بس البس بإجري وروح دبر مصاري من تحت تقطيع الأرض، بدي أفتح مطعم بروستيد، يعني بدي أفتح مطعم بروستيد. هي فاو حبيبتي، لا تخلي حدا يفوت على البيت بغيابي مثل أمه للعنزات السلاوس. الله لا يسامح أمك يا رب، الله ما يسامح. قولي قولي يا بنت عمتي. قولي استنى لحظة بتقنع. استنى. بس بدون ما امك تخبر. معلش حبيبي، هلا انا بطلع بشوفها لامي. امي قلبها طيبه، بتزعل على السريع وبترضى على السريع، لا تزعل منها. انا اللي مزعلني انها استغلاليه بتحب تشغلنا ببلاش، لو فوق كل هالشيء تتآمر علينا. وانا قلت لها شو بتكره؟ بقول لك استغلال الانسان لاخيه الانسان. طول بالك بالبول، الفقير بضل حلمه انه يعمل ثروه باي شكل من الاشكال، وامي حابه تعمل رسمان مشان تعمل مصلحه، بقى القصه مو قصه استغلال ولا مو استغلال. راسمال طفيلي. وانا اقول لي شو بتكره؟ بقول لك الاصمال الطفيلي لانه بيربح بدون انتاج. انا شخصيا ما بدي ثروه، وظيفتي كفيتني. انا ما صدقت انسلخت عن طبقه ابي مشان اتخلص من عبوديه راس المال الطفيلي تبع ابي. هلا برجع. ماما ماما خير ميسون، شوفي وين ابني؟ طلعت من العصر، قال راحت تدبر مصاري وهلا ما رجعت. عم يربال جوا؟ لا بس انا وعجاج عم نحرس للبيت. ايوه. اي ما قلت لك وين رايحة؟ لا بس انا وعجاج مشغول بالنا عليها كثير. خلينا نتصل بالشرطة. لا طولي بالك مشان شو الشرطة؟ لازم نتصل بالشرطة، خلينا نتصل خلينا نتصل. ايه 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 ماشي الحال، خفيت كل شيء. شوفي كنتوا نايمين؟ لا ما في شيء، بس انا كانت اخذت هيك غفوه وقيلوله شوي. عجاج عجاج بدنا نتصل بالشرطه مشان نطمن على امي غليان قلبنا عليها. قلت لك ليش الشرطه؟ ليش الشرطه؟ الو اهلين مرت عمي. امي شو هالحكي؟ عن جد؟ شوفي يا لطيف. قولي شوفي. لا لا مرت عمي على السريع بكون عندي. لك شوفي. لا عن جد يا لطيف. طولوا بالكم مرت عمي. لا لا مرت عمي فردة كعب كون عندي يا لطيف. ولا عندي يا عمي. الله يجيرنا الله يجيرنا. لك شوفي احكي بقى. مرت عمي مدحولة دحل، دعست قطرة ومقطورة فوق القطرة والمقطورة في بلدوزة.
حالي بجيبها. لك لوين بدك تروح؟ عم تقلي انه هي برحيبي عند هاي المجبر فاتوتي، عرفتي كيف؟ مكسورين رجلتين رجلتين ومجبرة هنيك. رح اروح له لنبيل مشان يروح معه. لا انا بروح كمان. وانت كمان قوم. نحلم وقافل التليفون يا كان. تعال تعال الباب. اجر 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 يا شباب. احنا مصلبين يدوروا عليك بالشوارع ما يلاقوك مثل القطط والكلاب. لك خلاص لا دخلت تروح عينا. مرت عمي سعيدة عزتك قاطرة ومقطورة فوق بلدوزة. مين قال لك قاطرة ومقطورة؟ انا قلت لك طرقتني سيارة. كأني سمعت على التليفون عم تقولي قاطرة ومقطورة. عم تحلم اني تطرقني قاطرة ومقطورة تروح عينا؟ على كل الحمد لله سلامتك مرت عمي. شو ما كان السبب الحمد لله سلامتك. تقبرني يا نبي. شو انت احن واحد بالعيلة. عم تضحك. مرتي تعي شوفي امك شلون مطحبشة. وجع شغلة. عم تفاولوا علي. يا ردي بدا عليك يا امي. حاجة لا تعملوا لي مناحة انتو التنتين. لا اول وحده انا انكسرت ولا اخر وحده انعطبت. فعلا يا عمي يا ريت هي فاولة. انتي ليش مو انتي؟ ليش مو انتي؟ لا انتي. انتي مو فرق مو فرق. انا عم بحكي من وجهه النظر الطبيه. انا وياكي اذا انكسرنا كسرنا بيتجبر بسرعه، بس كسر امي ما بيتجبر بسرعه. وقت اللي انتو التنتين لا شهر ولا شهرين رجلي اليسرى مشعوره شعر بعد يومين ثلاثه فكعه. لو هالسيارة خلصت عليها ما كانت أريح. شو عم تحكي نديم؟ هي أمي. مو أريح لنا يا عيني، أريح لها. يعني أنا فكري مرة اختيارها بجوز ما تجبر. رني هالجرس رني. أيوة. أهلين. أهلا نسون مرحبا. أهلين نزيها فوتي. أنا اللي قلت مرحبا مو نزيها. بس أنت فتت نزيها لساتها غدا. طمنيني ميزون شلون امي؟ طولي بالك طولي بالك. الحمد لله بخير. حتى المسكن ما عم تاخذه؟ اي الحمد لله على سلامتها. انشغل بالنا الحقيقه. فوتوا لعندها فوتوا. تفضلي نزيه تفضلي. تفضلي مرت عمي. وهاي صفة الشوكولاته. اروح ردوا على جوعتك. جايب لي صفة شي تلمية ومو خجلان. ما لقينا غيره بالدكان ماما. ما لقينا غيره بالدكان ماما. انا اساسا بيلمعوا اسناني علي ما بقدر اكل شوكولاته. شو اقول للناس؟ صهري نديم رئيس قلم جايب لي شي تلمية. العالم بقل من 500 ما قعدت جابت الهديه. مشانك مو مشاني رئيس قلم انت. ايه ما صار شي مرت عمي. هسا بروح اجيب لك واحد ب 500. لا لا نديم لا تعذب حالك. هات ال 500 بعدين انا ببعث ريبان اشتري بيها. كونا دي حط لي كل هدول بالخزانة. روت أقبرني روت. بس إذا بدكم الصراحة يا جماعة لازم يسحبوا الشهادات من العالم ويشكلوا لجان جديدة وكل أعضائها مو أدنى من مستوى رئيس قلم. ليش بقى؟ ليش؟ لأنه الشهادات يا مدام عم تنعطى هيك بدون فحص حقيقي. مشان هيك حوادث السيارات كثران هالايام. شلون بدون فحص حقيقي؟ شلون عم يفحصوا هالناس لكان؟ يعني الا تخلوا الواحد يحكي بالسياسه يحكى انه في رشاوة. انت طولة لسانك بدها تخرب لنا بيتنا. لسه يحكى ولا ما يحكى؟ شو دخلنا نحن؟ يا بعد حمل الوجع. مستعجل كثير كانك لعندها. شوي. ما اتفقنا ما نفتح الموضوع؟ اتفقنا، بس انا اللي حارق قلبي عملت عملية المرارة. الحمد لله على السلامة. قلت لي اياها حاف عفرة جبت لها نص الدكان. بلا افترا جورية، جبت لي فموز ولا ما جبت لي فموز وقتها؟ نص كيلو. كيلو؟ اكلت نصه على الطريق. اولا واخيرا رح اكل نصه وطعميك نصه. بس الها عدا عن الموز جبت لها يوسف افندي وبرتقال وتفاح ونجاص وصفت شوكولاتة تبع ال 500 ليرة نزلت خصوصي من شانه على المرجل. شو قصتك؟ واضحة كأنك ما صدقت ايمتى تنكسر رجلها مشان تفرجيها انك مهتم فيها. لك انا ليش عم اعذب حالي؟ انا جورية عيوني وراء الدور.
أصلاً أنت هذا اللي شاطر فيه ورق دور. أنا أرسل. دين لك أصلاً أنا هذا اللي حارق قلبي. يا ابو غصن ما في شيء من واجبك يا ست عفرة، انت عنا اغلى من هيك بكثير. اتفضل يا ابو غصن اتفضل. نادين تعال ما بحب الكركبه انا، حط لي اياهم بالخزانه. روح. حاضر ما تعمي. ما اخذتي نمرة السيارة اللي ضربتها؟ ما لحقت ابو غصن، انا ما لحقت، طرقتني 12 متر لفوق وضليت ساحبة مثل الصاروخ. تفضلي مرت عمي، لو اخذتي نمرة السيارة كنت شفتي شو عملت فيه. طيب ما عرفتي ماركتها؟ ماركت ايش انت الثاني؟ شو شايفني كل يوم عم غير ماركة؟ ما افهم بالماركات انا. لو عرفتي ماركتها كنت شفتي شو عملت فيه. طيب ما عرفتي لونها؟ ما بعرف، لسه ما حلقت لفوق الا شفرت هيك الدنيا بوشي وما حد شفت شيء الا ابيض واسود ووش. اخ لو عرفتي لونها كنت شفتي شو عملت فيه. سيدي الحمد لله اللي انكسرت رجليها ما انقرفت رقبتها، اجعلها اكبر المصايب. اي بس كان لازم يسعفها ويساعدها مو يهرب. بجوز خاف سيدي خاف. اخ لو ما هرب بس كنت شفتي شو عملت فيه. مشان هيك هو هرب ابو غصن، مشان ما اشوف انا شو راح تعمل فيه. انا كنت متاكد. طبعا متاكد، لو ما كنت متاكد كنت جبت الهديه وجيت انا. كله مني. ليش انت شو دخلك؟ ليش انت كنت عم تسوق السياره؟ لا بس انا ضيعت وراء يا نصيب، اكيد مشان هيك نعم على قلبه. افتح الباب افتح. أنا نسيان مفتاحي. دق أنت. طيب هي علينا، البيت صار بده بواب. أهلين عمو مشاب. مرحبا عمو. تفضل. أهلين عمي ريبا. أهلين عمو. مرحبا عمو. أهلين عمي أبو شهاب. كيف أمك؟ منتازة هلأ منتازة. في حدا عندها جوا؟ إيه هلأ في نديم وعمي أبو غصن. أخ معناتها في إلا مطرح. ولو يا أبو شهاب شلون مالك مطرح؟ محل الضيق بزعل في الزيق. روح سبقني للا. طيب فوتي قولي لأمك إنه أنا أجيت وشوفي لي إياها، رسالتها زعلانة ولا رضية؟ بخاف فوت على غفية يرتفع ضغطها. إيه بس هيفا وشوشية وشوشة ما بدي حدا يسمع. إيه ما عاد شوف ورقة بقى. وينها؟ امسك لشوف. اكتب لي عنوانك هون وخلصني. انتبه على القلم هذا اصلي. ها هلا وقت تبادل العناوين، نحن جايين نسلم على الست عفرة، ما جايين على حفل تعارف. إيه ما في الا بيضل بيعزمني وانا ما بعرف عنوانه. نديم اعطيني لشوف. نديم انا خذ تحشلي هدول بالغزاله، ما بحب الكركبه. يعني ما لك حاضر سلامتك يا ست عفرة، ريتو لي عن روحي ان شاء الله. ان شاء الله بتكوني بالسلامه وعن قريب يا حق، وشوفك عم تتمتلي تمتل بالحرم. احنا مين النا غيري؟ ان شاء الله لعدوك. تفضل عمي ابو غصن. يسلموا يا مدام يا مزوقه. وايديك ان شاء الله بشفاء مرتعبه. تفضل عمي ابو شهاب. يسلموا. تفضل سهري. يسلموا. امي دي وشوشي. تعالي وشوشيني. بلا خليه يجي. عن اذنكم يا جماعه، عن اذنكم، عن اذنك مرت عمي. عمي ريبات عليك الامان.
فو فو صبت يا هيفاء. نعم سهريك. حسب الاصول لازم تضيفين القهوه الي بعد ابو غصن، مو ابو شهاب بعدين انا. ليش سهريك؟ ليش؟ لانه ابو غصن رئيس مخفر بمثابه مدير، بعدين بيجي انا كوني رئيس قلم فوق حسب التسلسل الوظيفي، باجي بعده مباشره، بعدين ابو شهاب مواطن عادي لانه بيجي بالاخير. سهري يعني انا فكرتك واحد من البيت، انه مشان هيك ضيفتك بالاخير. انا ماني زعلان، بس مشان الفت نظرك للمستقبل. ما بيصير حسب التسلسل الوظيفي والاصول مواطن عادي تحت يتضيف قبل رئيس القلم فوق. عن اذنك رايح اشوف شغلي. شو بدي جيب لها يعني؟ تجيها مجاية وتقرص صحيح؟ صفر شوكولاتة تبع المية. وأنا كمان. أنا رح أرتاح. مريضة أخذت شربة بقى. يا أهلين أم عادل، تفضلي. أهلين فيكي. شو مالي أهلين أنا كمان؟ يا هديل يا مين، أهلا وسهلا. تفضلي والله ما انتبهت لك. من هون من هون. لا حبيبتي انت ما دخلك امك، هلا بنجيب لها تبع 500 ليره وبنرجع. مرحبا. شكلها ست عفرا منيحه. شو راح لك؟ شو جبتي لها هديه؟ علبة شوكولات. بقديش؟ تبع 100. تبع 100 ليره؟ ايه. امشي امشي، يلا جبنا لها نفس الشيء عم حممتنا، يخرب بيتها شو طماعه، ادفعي لك 400 ليره زياده ولا لك البهدله. وكان شو هالمرت عم لي لها؟ صار اكثر من 60 70 بني ادم اللي جايين زايرينها. تقول وزير المكسوره رجله مو عفرة اللي برعها. يا مرت عم ما بتعرف عالم اكثر من وزير، نص البلد بتعرفها. خود انت الثاني. شي ما فاهمين يا مرت عمي. انت بدك تبطل العتاله وتشتغل بالبروستيت. شو دخل هي بهاي؟ لك اذا ما عملنا هيك ما منطالع حق فرن البروستيت. اشرح لك ولا فهمت؟ ما فهمت، بس رح اعمل مثل ما قلتي لي لانه ما بدي اتحمل مسؤوليه. بعت لي هيفاء، ما بقدر اقعد لحالي، بضيق خلقي لانه زبلته. لانه يلي تعب على حاله وتثقف واخذ البكالوريا ما لازم يتعامل مع الانسان الجاهل اللي مو سائل على ثقافته بنوب. وهذا شو بينقص من قيمته صهري؟ بينقص كثير. هلا انا رئيس قلم، يعني اذا بدي اتعامل مع مرؤوسيني الند للند ببطلوا يحترموني، لازم اجيهن من فوق. رغم اني ماني موافق معك، بس هي علاقات عمل مو علاقات اجتماعيه. لحظه صغري، هذا الحكي مو صحيح بنوب، علاقات العمل ما بتنفصل ابدا عن العلاقات الاجتماعيه. يا حبيبتي يا نزيهه، الشغل غير البيت. ابدا. هلا انا مجرد مدرسه صح؟ جاتي معلمه ابتدائي، بصير انا وياها نتساوى مثل بعضنا؟ طبعا لا. وهيك منين بدكم تجيبوا اصدقاء؟ نحن كل اصدقائنا على مستوى ام وجهه ورئيس قلم. معناها ما لازم يكون عندها صديق مدير، لانك اوطى من المدير. انا ماني اوطى، انا رئيس قلم، يعني ممكن اصير مدير متمرن، وبعدين ممكن يصير مدير بشكل رسمي. معناها اذا موظف ممكن يصير رئيس قلم، ممكن تصادقه. طبعا اذا مؤهلاته وحسب السلم الوظيفي تسمح له يصير رئيس قلم، ليش لا؟ على كل حال نحن تاخرنا نديم، لازم نروح لعند بيت ابو غصن. بعدين برجع بكفي النقاش معك. سلالي عافيتي بنقاشاته. انت لوين بعتيهم طيب امي؟ بعتهم يجيبوا مصاري مشان نشتري فرن البروستيت، بدي اعمله بني ادم لجوزي. وليش قلقانه يا كان؟ تاخروا. بجوز ما تاملت معهم المصاري دغري امي. امي منين بعتيهم يجيبوا مصاري؟ من الهوا. ردي ماما، انا اجري مكسوره. ايو وينكم عجاج؟ ليش تاخرتوا لهلا؟ قولي طيب طيب هلا بقول يا نبيل مشان يروح يجيبكم. مع السلامة حبيبي. شو بكي؟ شو في؟ امي ريحة
كذيب قال وعجاج داعستن سيارة قاطرة ومقطورة ومحملة بالدوزر أمي كمان. ما عرفتي منين حكوا معي؟ بلا من الرحيبة من عند المجبر توتي. أمي أنا رح روح أحكي مع نبيل مشان يروح يجيبن. روحي تقبريني روحي أنت أسرع كل شقيقاتك من الرحيبة. أجير ترحموا على رعبال وعجاج رعبال وعجاج دورنا دور عدلم صلبي عدلم صلبي. اطلعوا قدامكم انتم ماشيين طبعا بده يضربكم على الإشارة الحمراء. ما كان في إشارة في نفق ينزلوا من النفق معناها ليش سطوا من طريق ممنوع؟ أنا قال لي عجاج تعال نمرق من النفق بس أنا معي روماتيزم ما بقدر قلت لحالي بروح قص فرحة قص. ايه احنا اللي انكسرنا مو امك وسهر وجوز امك اللي انكسروا. يلا بنتي انت 700 ليره ما رح تكسرنا الله بيعوضنا احسن ما نطلع بسواد الوش. رني رني الجرس. قولوا في مريضه بالبيت. مرحبا ميسون. اهلين وسهلين كيفك نزيها؟ انا اللي قلت مرحبا مو نزيها. هلا فوتوا فوتوا فوتي. الحمد لله احسن. شفتي يا نزيها عمي ريبال كسر رجله مشان امك ما يدي خلقه وتضل لحالها. برجع وبقول لازم يسحبوا شهادات سواقه من العالم وشكله رجال فحص جديده. نزيل ما ترجع لنا على السياسه خلينا هيك مرتاحين. ها ما بقدر اسكت عن الغلط يا نزيها ما بقدر. لكن حق ورا الشوفير عمي ريبال وعجاج قطعوا الاوتوستراد من منطقه ممنوع. عفورة كتير عم تحكي رجلي من تحت الشمسية. تحمل ريبال تحمل وأنا كمان حكتني كتير بس تعودت. صباح الخير. لك انتو بعفي منكن انتو على طول بالأول. شوفي مرت عمي شو جبتلك صفتين شوكولاتة فوق كل صفت ب500. نادين بعرف مرت عمي ما بتحبي الكركبة قعد حشلك ياهم بالخزانة. هدول تحشهم بالخزانة الشوكولاتات وهدول بتحطهم بالداكونة. عليك العافية عمي ريبال. طول عافية طول عمرك صاحب واجه. فوق فوق حطه فوق. عجاج بنت عفرة ولو كان بناتها أوادل مو مشرطين مثلها. ماشي بس ما تروحي تحكي هالحكي قدام بنتها بتضل أمها. يعني وإذا سمعتني عمتنا تناديني؟ أنا بعرف إنسانك فارق مثل المبرد ما بتخل جوا تمي جورية. نعم ورق دور أفضل أنت هذا اللي شاطر فيه ورق دور أمام سير. طرب حظي شو أصلا هذا اللي حاري لي قلبي. يا ميت اهلا وسهلا عمي ابو غصن تفضل. مرحبا اهلا وسهلا. كان جاي معي ام غصن بس حصل طارق هيك وقحتني مشي حالي. بسيطه تفضل تفضل. يلا يا ميت اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك ولعجاج. الله يسلمك ارتاح ارتاح عمي ابو غصن ليش هيك معذب حالك؟ ولو ما في شيء من واجبكم. كبر واجبك ان شاء الله. تسلمي الحمد لله على سلامتك يا عجاج. الله يسلمك ان شاء الله سليمه وريتها اكبر المصايب. شو بدك تساوي هي حالة. شو ها؟ شو جاب حبر حجر بصين على رجلك؟ أنا أبو حبر شو عرفني اسأل مجبر شو اسمه؟ توتي. مرحيبة. لك شو دخل المجبر بالنص؟ هو اللي جبر لي رجلي. وإذا أنا شفت مبارح عديلة نديم وقت نفض الألم على رجل مرت عمها. استر على عرضك عمي أبو غصن استر على عرضك استر علي. قوم وقف لشوف قوم وقف لشوف هذا مرت عمك كانت لابسته مبارح. لك شو يعني؟ رجلك مو مكسورة؟ لا ما فيها شيء شو فيها؟ يا قل ايش عم تمسك؟ شو بعرفني امك قالت لي اعمل هيك عملت هيك. وليش قالت لك اعمل هيك؟ شو بعرفني انا عبد المأمور؟ بسيطة. عمي ابو غصن خليك شرب فنجان قهوة. عمي ابو غصن ما بدي. يا عمي ابو غصن طول بالك. لعجاج مرتي مرتي قطع قلبي ما باخذها.
يستر علينا، الله يستر عليك. لا لا يا عفرة، شو ما فيني نخوي أنا؟ بس فهميني فهميني انتو ليش عملتوا هيك؟ بدنا نحن نشتري فرن بروستي ونحطه بالمطعم، ما معنا. لك طيب فهمينا، انكشفنا وانكشفنا، نحن ليش عملنا هيك؟ إلنا هالهدايا هي اللي بتجينا منبيعها ومنشتري فيها الفرن. يعني تسووا كسرتوا رجليكم مشان تشحتوا عليا. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل ابو غصن؟ جربنا نحن كل هالشغلات ما نفعت ولا شغله، تدر علينا 50 60 الف ليره بال 10 ايام غير هالشغله. يا لطيف يا حفره يا لطيف. لك شو بك سيدنا انت عم تخبص؟ لك شو عم تخبص شو؟ لا تقول عفرحات، لا تقول عفرحات، هي مرتي هي مرتي. نيالك على هالمره. اصلا انا ما بحسدك على شيء. غير على المرأة هاي. حسدني. ست عفرة؟ نعم. إلي طلب صغير عندي. طلباتك أوامر. علي مبلغ شي 5000 ليرة دين، ولا عم بقدر ردهم متدينة من وعد غليظ، وكل يوم على خري مري عم يطالبني بالمصاري. بقى إذا ما عندك مانع يا ست عفرة بتشحديني فردة جبسين لأشحد عليها؟ تكرم عينك، بس بدك تمهلنا لبكرة لأنه لبينا ما نخلص شغل فيهم. لك يا هوم شحدة الحكومة. مهما كان السبب مرت عمي، مهما كان السبب ما بصير نغش العالم، هي اسمها ديماغوجية. هلا لا تعمل لي محاضرة، أنا جبتك بدل الآلة الحاسبة مشان ما أصرف بطاريات، نحن عنا هالفواكه، احسب لي قديش بيطلع حقها ونقطة انتهى. حاسبهم 2400 ليرة حق الفواكه. أوف، هلا كل شغلنا هاد على 2400 ليرة؟ لا، الضربة الكبرى هون، عنا 65 صفات، بالسوق كل واحد حقه 500، نحن بيعين بأربعة. احسب لي قد ايه بيطلع حقه. ياكا 65 ب 400 26000 و2400 28400 مرت عمي. لسه بقي عندنا 22000 لل 50000. معناها تخلوا عن فكره البروستد، ما زبطت. ليش ما زبطت بعدي؟ انا على السريع طالع ال 22000. شو بدك تطالعين امي؟ لسه ما استعملت الجوكر شيتي. ومين الجوكر شيتك مرت عمي؟ ما عملت لك هيك انت وميسون. ليش انا؟ انت مهندس وميسون دكتورة، يعني بيجيكم زوار اكثر، هدايا اجسام بيوم واحد بنطالع 50. انا ما بوافق حتى لو شنقوني. ليش في مشنقة بتتحملها؟ عم تضحك. ما بيجي غيرك صهري مشاني. مشاني صهري مشاني يما قاعد اللبي بس هالمرة. حناكل بروستد. بس فيهم قدام دكانة ابو شهاب. ايه بدنا نضارب عليه. وبركض انزعل ابو شهاب. اي يزعل، انا بدي اياه يزعل. لكن ينقف مننا 60000 حق الفرن البروستيت. زق وينك حسك عينك انت وياه؟ المصاري ما بتستلمون انتو، المصاري بتستلمون هيفا. يا كان مرت عمي الحمار ما بيقع بالجوره مرتين. هداك الحمار اللي بيتعلم من اول مره. يلا زق. أنا أول مرة بخون مبادئ اليوم. معلش حبيبي، مرة على المرة، شو بدنا نعمل؟ تاني مرة إذا حدا قال لك مشاني لا ترد عليه. اللي بيمرق مرة بيمرق مرتين، واللي بيمرق مرتين بيمرق ثلاثة. بعرف إنك خجلان من الناس، بس شو بدنا نساوي؟ حكم القوي على الضعيف. أنا خجلان من حالي أكثر شيء. مرحبا بالبوم. شبك مبرطم شبك؟ لك خادمتك خدمة العمر أنا. خدمة ايش؟ اعطيتك ميسون على العميان، ما اخذت منك النقلة. هي شي وهي شي، انا تخليت عن مبادئ مرت عمي. لك انت بالذات ما بصير تفتح تمك بكلمة، لهلا ما استفدت منك بقرش، لا حدا زاركن ولا حدا جاب لكم هدايا. امي وجع شو عملت؟ قلتي امي. خليها تحكي خليها تحكي. حدا شافكم انتو جايين على الحارة؟ كل اهل الحارة شافونا فضيحة. لك القريضة ليش ما حدا شق عليكم لهلا؟ صارت الساعة 12 القريضة طردكم. ايه جماهيري بالحارة طلعت منوب، وانا كنت افكر حالي شغلي مهندس والعالم كلها تمشي وراي، طلع مالي جماهير بالمرة. شو عرفاك؟ صارت الساعة 12 وما حدا اجى لي الحمد لله على السلامة. الساعة 12 ونص كانت الحارة كلها زيرته العجاج، مع انه عتال وصاحب سوابق. يو لك شو بكون؟ شو بلاقي رجعتوا؟ بعناهم كلياتهم امي السرية. ابو شهاب اشترى كل شيء منا. مو عجيبة انه لحد هلا ما حدا شق على نبيل وميسون؟ ليش يا ترى؟ مين فاضي يجي مرت عمي؟ كل اهل الحارة رجليهم مكسرين ومجبصرين وقاعدين ببيوتهم. ليش شو صاير زلزال بالليل بدون ما نحن؟ ايه صار زلزال مرت عمي. ما حسينا عليه.
ابو شهاب عم بيع رجلين مجبصنين، كل اهل الحاره اشتروا منه مسطحين باليوتيوب. لك شو مفكره؟ ما في غيرنا شحادين؟ كل اهل الحاره شحادين؟ يعني انتم مو شحادين؟ لا سيدي شحادين.